الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل 3 سنوات انطفأت شمعة من حياتي، أطفأها يد البطش والغي والظلم، يد امتدت من بين يدي الظلام لتطفئ شمعتي وتخطف حياتها. ولكن أياديكم أشعلت شموع الصبر في دربي، فأنتم أبنائي بعد السيد أحمد، وشموع درب الشعب وروح الحاضر والغد. ففي كل عام تزهرون نورا يحيي ذكرى السيد أحمد، ذكرى انتصار دم الحرية على بنادق الظلم، ذكرى انبلاج نور الحقيقة في وجه زيف النظام. هنيئا لكم الثبات، وهنيئا لأبناء مثلكم، الخلود والبقاء لدماء الشهداء، والخزي والعار لظلمة الجبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذا الشعب من يد الظلم، وأن يرحم شهدانا الأبرار، وأن يفك قيد أسرانا ويشفي مرضانا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.